وعلى السرعه غادي بها. وا يا 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 مجموعة من السرقات مشاهدينا الكرام كثر في هذه الوقيته هذه لكن عناصر الامن لهم بالمرصاد، يعني كيف ما كتبوا معنا عناصر الامن يعني كيحاربوا عمليات السرقه بوسط المدينه، يعني كيف ما كتبوا معنا في هذه اللحظات عناصر الامن في حملات امنيه مشدده من اجل ايقاف كل شخص يخالف القانون او لا كل شخص يمارس عمليه السرقه في هذا الوقت هذا بالضبط، لان هناك اشخاص في حاله غير طبيعيه كيتعرضوا لعمليات القرطه وعمليات السرقه هنا بوسط العاصمه الاقتصاديه مدينه الدار البيضاء.